أرحب بضيف حلقتنا. طيب ينضم إلينا السيد ياسر الفرحان، عضو الائتلاف الوطني السوري من إسطنبول. سيد الفرحان مساء الخير. عهدة جديدة للرئيس بشار الأسد، على كل حال أكانت مرضية أو عكس ذلك؟ الشعب السوري يختلف بالتأكيد، هناك مؤيدون ومعارضون، لكن كيف ترون هذه العهدة وما أقسم عليه الرئيس وما ورد في خطابه؟ مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بداية قلناها ونكررها أكثر من مرة بأن نظام الأسد سلطة أمر واقع أشبه بعصابة تغتصب الدولة في سوريا وكل ما ينجم عنها من إجراءات من تصرفات بحكم المنعدم. الانتخابات لم تكن نزيهة ولا محايدة ولا شفافة ولا شرعية، وأصلا لم يعد لنظام الأسد أي شرعية أي مشروعية ليستمر في حكم سوريا، وبالتالي هذا الخطاب يأتي استمرارا لسلطة مارقة تستهتر بالقرارات الدولية التي نصت على آليات للوصول إلى الانتقال السياسي، تستهتر بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وتستهتر أكثر بمطالبات الشعب السوري المشروعة كما شهدنا حينما كان يلقي هذا الخطاب المزيف، كان يقصف المدنيين في جبل الزاوية يوم أمس واليوم، العشرات من الضحايا جلهم أطفال ونساء، وفي ذات الوقت يقوم بمحاصرة الأهالي في درعا، في ذات الوقت ينفذ حملات اعتقال وتعذيب وتصفية جديدة. نظام الأسد فاقد للسيادة، فاقد للشرعية، فاقد لإمكانية إعادة الإنتاج أو التأهيل، وبالتالي برسم المجتمع الدولي، برسم شعوب العالم وحكومات العالم أن تنقذ الشعب السوري وتنقذ مصداقية الأمم المتحدة من نظام بات يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين. طيب لكن سيد الفرحان، بشار الأسد يبدأ يعني هذه العهدة 7 سنوات، بغض النظر كانت الانتخابات نزيهة أو مزورة، لكن الرجل أقسم وبدأ عهده، وأنتم يعني في المعارضة لكم أن تفعلوا ما تشاؤون، وكأن الرئيس يقول ويشير إلى المعارضة بمن غرر بهم. طيب يعني المجتمع الدولي الآن الحقيقة يميل إلى تعويم بشار الأسد، وأنت تعرف أن الرئيس بشار الأسد قد يعود للجامعة العربية قريبا، وهناك دول عربية تدفع في هذا الاتجاه. لماذا برأيك العالم نسي السنوات العشر العجاف وما مر فيها من جرائم مروعة شهدها العالم بالصورة والصوت؟ لماذا العالم يوشك أن يتجاوز تلك الحقبة بكاملها؟ بداية 14 مليون سوري صوتوا بأقدامهم حينما هجروا أو غادروا مناطق سكنهم الأصلية، رفضوا بذلك أن يبقوا تحت حكم نظام الأسد. هؤلاء يشكلون أكثر من نصف عدد سكان سوريا، ومن دون إرادة حقيقية للشعب السوري لأكثر من نصف عدد سكان سوريا لا يمكن أن ينجح أي حل سياسي، سواء توافقت عليه الأطراف الدولية أم لم تتوافق على ذلك. الأزمة ستبقى تتصدر إلى خارج الجغرافيا السورية، ما زال إلى الآن أعداد جديدة تتدفق من النازحين إلى قرب الحدود، إلى خارج الحدود، يعبرون البحار إلى مناطق اللجوء، وبالتالي المجتمع الدولي يجب أن يفهم بأن حل مشكلة اللاجئين بشكل جذري لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق الانتقال السياسي الكامل والحقيقي، وهذا يستدعي توفر بيئة آمنة لا يمكن أن تحصل إلا برحيل هذا النظام الذي استدمن الإجرام. يا سيد الفرحان، اعذرني بالمقاطعة، والله ما زلتم تتحدثون عن رحيل بشار، وأنا أشرت إليك بأنه
هناك دول عربية وأنظمة عربية الآن تعمل على تعويم الرجل، يعني خطابكم قديم تجاوزه الواقع والأحداث. من سيزيل بشار الأسد؟ بعض الدول العربية لكنها لن تستطيع أن تمرر قرار في جامعة الدول العربية، ذلك أن القرار في جامعة الدول العربية يحتاج موافقة جميع الأعضاء، يحتاج إجماع، هذا الإجماع غير متوفر. سمعتم ويعلم الجميع بأن دولة قطر صرح وزير خارجيتها بأن الأسباب التي دعت لاتخاذ قرار طرد النظام أو تجميد عضوية النظام من جامعة الدول العربية، الأسباب ما تزال موجودة، ذات الأسباب ما تزال موجودة وتتضاعف. كذلك الأمر، المملكة العربية السعودية أعلنت ذلك، وفي آخر اجتماع حصل ما بين الدول السبع وفي الأردن وفي السعودية أكد على ضرورة رحيل هذا النظام. العقوبات الاقتصادية تطال كل المتعاملين مع النظام، والذين يعني ربما يتعرضون لهذه العقوبات إذا ما طبعوا العلاقات أو عقدوا الصفقات أو قاموا بتمويل مشاريع إعادة الأعمار التي بالنتيجة يستثمرها نظام الأسد لتغذية اقتصاد حربه على الشعب السوري. القرارات في مجلس الأمن في الجمعية العمومية ما تزال كما هي. التقارير الدولية بإدانة هذا النظام باعتباره مجرم حرب، مجرم ضد الإنسانية، ما تزال كما هي. وبالتالي كما تعلم ويعلم الجميع بأنه لا يموت حق وراءه مطالب، الشعب السوري هو من سيقرر بالنتيجة وشعوب العالم تتعاطف طيب معه. لا يموت حق وراءه مطالب، لكن الآن أنقل السؤال ربما إلى ملعبكم، ماذا أنتم فاعلون خلال السنوات السبع المقبلة؟ يعني إذا كنتم محاصرين في إدلب، يعني تحصون ضحاياكم بين الحين والآخر، تقصفكم طائرات بشار أو طائرات حليفته روسيا، ماذا بعد؟ يعني الشعب من حقه أن يسألكم الآن بإلحاح، ماذا أعددتم لنا؟ يعني لا يمكن أن تحشروننا في إدلب وتقصفنا الطائرات بين الحين والآخر، ثم ماذا بعد ذلك؟ على سبيل المثال، لا أستطيع بالوقت المختصر، يحتاج إلى حلقة لنعرض ما هي الخطة وما تقوم بها المعارضة، لكن على سبيل المثال اليوم أربع مذكرات إلى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وإلى الحكومات الصديقة والأمين العام، المطالبة فيها بتفعيل مبدأ حماية السكان، مبدأ منصوص عليه في الأمم المتحدة، صدر في قرار ب 2005، ينسجم مع الميثاق، ينسجم مع أيضا الإعلان. وبالتالي يعني المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات جادة ليفرض احترام قراراته التي صدرت عن مجلس الأمن. لسنا نحن من أصدر هذه القرارات، مجلس الأمن والجمعية العمومية هم من أصدروا هذه القرارات، وبالتالي مطالباتنا ومشاريعنا تتركز في نزع الصفة التمثيلية لنظام الأسد عن الدولة السورية في المحافل الدولية. يعني خياراتكم وما تفعلونه يتمحور في التعويل على المجتمع الدولي، لكنكم ثورة مسلحة، شمرتم على سواعدكم وعولتم على أنفسكم في البداية. أنا عندما سألتك ماذا أنتم فاعلون في السنوات السبع المقبلة، لأن هذا ما ينتظره الشعب الذي وضع بيضه في سلتكم، ماذا أنتم فاعلون؟ دعني من المجتمع الدولي، أنتم كثورة، جناح عسكري وجناح سياسي، ماذا ستصنعون في السنوات السبع المقبلة؟ بالتأكيد ذكرت لك بأن الإجابة تحتاج إلى حلقة أطول لنعرض. طب اختصرها لي في جملتين ثلاثة. أي لأعرض ما هو المفروض، ما هو المطلوب على كافة الأصعدة، سواء بالمسار الحقوقي الذي أنا أمثله، أنا أتحدث معك بصفتي الحقوقية، لكن هناك زملاء آخرون بالتأكيد لديهم يعني استراتيجية يجب أن تقوم على الدفاع المشروع عن النفس. الثورة لم تكن مسلحة في البداية، تسلحت الثورة في حالة دفاع مشروع عن النفس لحماية المدنيين، وهذا ما يحتاج إلى دعم حقيقي من الأطراف الدولية الصديقة. لا يمكن أن تقاوم
الطائرات الروسية ببندقية، سياسة الأرض المحروقة التي تقوم بتنفيذها روسيا مع نظام الأسد وإيران، والتي تستهدف بالتأكيد بالنتيجة المدنيين بشكل مركز، المشافي، الأطفال، النساء، المدارس، المخابز، لا يمكن أن تؤمن حماية لهم من دون دعم دولي. يعني أيضا يعني لكن وبالنتيجة يعني هناك مسارات لا نخفف من أهمية أحدها ونعطي أهمية للآخر، الحراك العسكري بالدفاع المشروع عن النفس، الحراك الحقوقي لإدانة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، الحراك السياسي والدبلوماسي مع الأطراف الدولية. كل هذه الأطر أيضا تحتاج إلى أن تستمر، ونحتاج أيضا وأكثر إلى دور لشعوب العالم، يعني مسؤولية حماية الشعب السوري مسؤولية جماعية دولية تترتب طيب. على عاتق الشعوب والمنظمات والحكومات، وليس فقط الشعب السوري الذي يعني لن يستطيع بمفرده أن يقاوم دولة عظمى مثل روسيا ودولة مثل إيران مارقة وميليشيات من شذاذ الآفاق ونظام مجرم لا يتوانى عن الاستمرار بهذه الجرائم. طيب دعني أختم معك بسؤال استشرافي للسنوات المقبلة. أنتم في الائتلاف الوطني السوري، في الجناح السياسي إن صح القول للمعارضة، هل لديكم رؤية، هل لديكم تصور لمستقبل سوريا كيف سيكون في السنوات السبع المقبلة؟ لديكم خبراء بالتأكيد يعني يتابعون المشهد في سوريا الآن. سوريا عمليا مقسمة إلى ثلاث أجزاء، جزء تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ومعها الولايات المتحدة، جزء تسيطر عليه الثورة، والجزء المتبقي يسيطر عليه النظام. كيف سيكون شكل سوريا من الناحية الجغرافية والسياسية والأمنية إن صح القول بعد سبع سنوات؟ بالتأكيد الضمانة الوحيدة لوحدة سوريا هو رحيل هذا النظام. يعني هذا النظام أفقد سوريا سيادتها وأفقد سوريا وحدتها، واستمرار الوضع الراهن في سوريا بفرض أمر واقع بمناطق أربعة سينعكس على دول المنطقة إقليميا وعربيا. إذا ما انهارت وحدة الأراضي السورية فهذا سيؤدي إلى تغييرات كبرى في الحدود بالمنطقة برمتها، لأن المبادئ التي قامت عليها هذه التقسيمات في بداية القرن العشرين إذا ما تغير جزء منها فسينعكس هذا التغيير على أجزاء أخرى، وبالتالي سيهدد وحدة وسلامة الأراضي المجاورة سواء كانت عربية أو إقليمية. ونحن بالنسبة إلينا حريصون على وحدة كل دول الجوار وعلى أمنهم الإقليمي، لكن هم أيضا مطالبون باتخاذ إجراءات جدية للحفاظ على سلامة الأراضي السورية. سوريا الآن تحت الاحتلال الإيراني، تحت الاحتلال الروسي. إيران مشروعها توسعي، مشروعها طائفي، مشروعها يقوم على تصدير ثورتها وتحويل كل الدول المحيطة إلى دول فاشلة، إلى دعم دويلات داخل هذه الدولة، ميليشيات تحكم الدولة. وبالتالي إذا ما نجح هذا المشروع الإيراني في سوريا فسيستمر خارج سوريا، وبالتالي الشعب السوري لا يدافع فقط عن نفسه وعن أراضيه، يدافع عن الأمة برمتها، عن المنطقة برمتها، يدافع عن الأمن والسلم في المنطقة في العالم برمته، ويجب أن لا يترك وحيداً. لكن دعني أقول أيضا بأنه يعني نظام الأسد بالتأكيد هو غير قابل لإعادة الإنتاج والتأهيل، والأطراف الدولية تدرك ذلك، وروسيا التي تدعمه تدرك ذلك، لكنها تمسك به ورقة لتبيعها وتنتظر من يدفع لها ثمنا لهذه الورقة. الأستاذ ياسر الفرحان عضو الائتلاف الوطني السوري كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.